غرزة زيت الزيتون والبهارات على الوجهين. أنا أحب أشوي السمك في الفرن، والناس اللي يحبون الأسماك ترى هذا القلاية رهيبة، أشويها في السمك ممتاز. بضغطها ضغط خفيف هالشكل، ومو شرط يعني لازم هذا النوع من البطاطس، اي نوع، حتى البطاطس العادية تاخذ حبات صغيرة تسوون فيها نفس الحركة. بس بوريكم كيف طلعت البطاطس، شوفوها كذا قشرتها مقرمشة ومن داخل طرية جديدة. الصوص هذا من ألذ الصوصات مع السالمون، خيال. بس أنا كل مرة أحب أغير، مرة أسوي صوص تايلندي، مرة أسوي صوص الليمون الزبدة، إذا تذكرون قد سويناه معاكم قبل ارجعوا للأرشيف تلاقون الوصفة. أبخلط المكونات أول بعدين بغليها، حتى تصير سيراتشا وصويا صوص، بعدين خلي موية، عندي هنا سكر بني وبهارات اللي هو بودرة الثوم وفلفل أسود وزنجبيل.